بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرت لك ذلك وألمت منهم الوفاء بك فقبلتهم وغربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الزريعة إلي والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسجنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك أليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا ألما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله
فكان كما انتجبته سيد من خلقته وسفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقه ثم نسرته بالروم وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسممين من ملائكته ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأت مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت مزعى للناس للذي ببكشة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تدهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لهم أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي پیامبر ما أي رسول ما به این مردم اعلان کن من مزد رسالت از شما نمیخوام اما در عوض اهل بیت منو دوست داشته باشید عجب مزد رسالت تو دادن یا رسول الله همین قد برات بگم عزیز دلم چه کردن که بزعت رسول زهرای مرضیه از خدا طلب مرگ میکرد صدا میزد اللهم عجل وفاتی سریع بابا خدا دیگه مرگ فاطمه رو برسون چه کردن که یه وقت بین در و دیوار صدا زد و ابتا یا رسول الله یا فزت و خزینی بابا به دادم برست یا فز به دادم برست به خدا محسنم و کشده بین و قلتم ما سألتكم من أجر فهو لكم و قلتم ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء
أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك. والمسلك إلى رضوانك. فلما انغزا أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه كجا نشستی عاشق امیر المؤمنین، همه آرزوی ما اینه انشاءالله یه روز از معزنه های مسجد الحرام نام مولامون علی برده بشه. من کنتم مولا فعلیان بهبه بهبه، صدا تو آزاد کن. من حالا این فراز و همه با هم زمزمه کنیم. اللهم وال من والای و آد من آدا و انصار من نصر و خزو. فقال من كنت انا نبيه فعلي امير، وقال انا وعلي من شجره واحده وسائر الناس من شجر شتاب، واهله محلم هارون من موسى. فقال له انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. وزوج ابنته سيدة نساء العالمين، وأهل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته. فقال أنا مدينة لين وألي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي وبسيي وبارسي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وانت غدا على الحوز خليفتي، وانت تقضي ديني وتلجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة،
وهم جيراني ولولا انت. دوست دارین یا علی رو همه با هم بگیم یا نه؟ ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده هدا من الضلال و نورا من الامان و حبل الله المتین و صراطه المستقیم لا یسبق بقرابت فی رحم ملا بسابقه فی دین ملا یلحق فی منقبت من مناقبه یهدون حزب الرسول صلی الله علیهما و آلهما و یقاتل علی التأویل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وترى فيه صناديد الأرام وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم احقادا بدریه خیبریه و حلینیه و غیرهن فعذبت على عداوته و اکبت على منابزته حتی قتل الناجسین والقاسطین والمارقین ولما قضا نحبا و قتل اشق الاخرین یتبع اشق الاولین لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله فی الهادین بعد الهادین و الامت مسرت على مقتل مجتمعت على قطیعت رحم و اقصاء ولده الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم فقتل من قتل. أقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى لهم حسن المسوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعدا وهو العزيز الحكيم فألا الأتعب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فل
انتظر في الدموع ما ليصرخ الصارخون ما يضج الزجون ما يعج الأجون أين الحسن أين الحسين أين الحسين أين الحسين أين الحسين أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل معلوم نیست دیگه ما قسمتمون بشه مکه و مدینه و دعای ندبه بگو ای در و دیوار مکه مکرمه شاهد باش ما اومدیم ناله زدیم و عشق ریختیم این الخیر تو بعد الخیرم این الشموس و طالب این الاقمار المنیرم أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقبائد الليل أين بقية الله التي لا تخلو من الإترة الهادية أين المعد لقطع دابر الزدم أين المنتظر لإقامة الأمت والإبج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائز والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين مهيئ معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاء أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع هبائل الكذب والفتراء أين مبيد العتاد والمرد أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلهاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا
میدونم از این فراز به بعد دعای ندبه این کبوتر دلت کجا پرواز میکنه. این طالب به ظهور الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب به دم المقتول به کربلا، این آها صدا تو آزاد کن، عینت عینت طالب السلام عليك يا أبا عبد الله عين الطالب بدم المقتول بكربلا عين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المزتر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهما. از این فراز به بعد دیگه داری مستقیماً امام زمان تو خطاب قرار میدی، حواس تو خوب جمع کن عزیزم. یبن السادت المقربین، یبن النجبا الاکرمین، یبن الهدات المهدیین، یبن الخیرت المهذبین، یبن القطارفت الانجبین، یبن الاتائب المتحرین، یبن الخزارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشوب الصاغبة، يا ابن الأنجم الظاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأسورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابقات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والزاريات، يا ابن التور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرز تغل كان أو سرى، أبرزوا أو غيرها أمزيتوا. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تهيت بك دوني البلوى، ولا ينالك مني زجيج ولا
ولا شكوى بنفسي أنت من المغيب لم يخلو من نوب بنفسي أنت من نازه ما نزه النار بنفسي أنت أمنية شائقية تمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فهنى بنفسي أنت من أغيد عز الله يصامى بنفسي أنت من أثيل مجد الله يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم الله تزارى بنفسي أنت من نسيف شرف الله يصامى إلى متى أهار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من مؤين فأتيل معه الأبيل والبكاء هل من جزوء فأصاعد جزاه إذا خلا هل غزيت عين فساعدت عيني على الغزاء هل إليك يا ابن أحمد يا ابن أحمد سبيل فتلغى هل يتسل يومنا منك بعدة فنهضى متى نرد مناهلك الربية فنروى متى ننتقئ من عذب مائك فقد سال الصدى متى نقاديك ونراوغك فنغر أينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس ترى أترانا نهف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض أدلا وأزغت أعداءك هوانا وإغابا وأبرت العطاة وجهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتسست أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين حالا دستاتو بیار بالا حاجت من گرفت ای خواهر و برادری که امروز به خودت امید دادی ناامید نباش گفتی میرم به سه مقام معظم رهبری و دعای ندبه و حرف دلم و با امام زمانم میزنم سفره دلم و برا امام زمانم باز میکنم حاجتم و به آقا میگم اللهم انت کشاف الکرب والبلوى و الیک استعدی فعندك الأدوى وأنت رب الآخرة والأولى هر جا نشسته صدا تو آزاد کن فأغس يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى
وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومآزا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما. خدایا این سلام های ناقابل ما را محضر نورانی امام زمان من برسان، و زدنا بزان که یا رب اکراما، و جعل مستقر لنا مستقرا و مقاما، و اتمم نعمتکم به تقدیم که ایاه و امامنا، حتی تور دنا جنانک و مرافقت الشهداء من خلصائک. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لأددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق، وأدهز به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بوجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إلي والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولا. خدایا به حق امام زمان دعاها و نمازها و عبادات ناقابل ما را قبول فرما، و ذنوبنا به مغفوره، به امام زمان گناهان ما را ببخش و بیامور، و دعانا بهی مستجابا. به حق امام زمان دعامونو مستجاب کن، و جعل ارزاقنا بهی مبسوطه، به حق امام زمان به رزق ما زندگی ما برکت و نورانیت و وسعت عنایت بفرما، و همومنا بهی مکفیه، به حق امام زمان هم و غم و ناراحتی رو از کافه مسلمین برطرف بفرما، و حوائجنا بهی مقضیه، و اقبل الینا به وجهک الکریم، و
فاقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوز جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائقا لازم أبعدهم يا أرحم الراحمين.